قصص واقعية مشاكل أسرار طابوهات ونجاحات مستوحاة من واقع المجتمع المغربي أسرار الناس 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 مرحبا بكم معنا برنامج أسرار الناس، البرنامج اللي كيخول لكم أنكم تبوحوا بالأسرار ديالكم وبالهموم ديالكم بكل تلقائية وبكل أريحية، وكيعطيكم الفرصة أنكم تسمعوا النصح وتاخدوه من عند المتابعين. وكذلك القصص اللي كتقدموها لنا فهي عبرة لكل مستمع ولكل واحد كيتابع البرنامج ديالنا. اليوم غادي نقدم لكم البوح ديال واحد الزوجة سميتها سعيدة، كنتمنى هاد البوح ديالها يكون عبرة لكل زوج وزوجة. أخت سعيدة كتقول: سميتي سعيدة، فعمري 52 سنة، أقل ما يمكن أنني نتوصف به هو أنني مغفلة، هي مغفلة، لأني ضيت حياتي وشبابي على رجل أو شبه رجل اللي ما يستاهلش، ولكن الحمد لله أنا مرا وقادة، وريت العيالات الحرات علاش قادات، وهذه قصتي. كبرت في عائلة متواضعة، كنا من 6 ديال الخوت، جوج دراري وربعة ديال البنات. الأب ديالنا كان طالب معاش، نهار كناكلو مزيان وعشرة كنعديو. الماكلة الرسمية عندنا كانت هي الخبز بالشرمولة ولا الرغيف معمرين بالبصلة والشحمة، حياة ديال الشقاء والحرمان بمعنى الكلمة. ولكن واخا هادشي تعلمنا من والدينا بزاف ديال الحوايج، تعلمنا القناعة، تعلمنا نواجهو الدنيا وما نخافوش منها، لأننا بكل بساطة مبقى عندنا مناش نخافو، وهكا قدرنا أنا وخوتي نشقو طريقنا في هاد الدنيا. كل واحد فينا ترمى لشي حرفة، اللي مشى للنجارة، اللي مشى لبيع الشراء، اللي مهم كل واحد وكيفاش جاب رزقو. حتى البنات اللي جاب ليها الله نقرا في نقبر نحاسها، اللي تزوجات، المهم تسترنا كامرين والحمد لله. المجهود اللي بدلوه والديا باش يكبرونا بالحلال عطى النتيجة ديالو، واخا الحرفات اللي توجهنا ليهم بساط، ولكن كل واحد منا قدر انه يزدط راسو ويعتق راسو من الفقر. بالنسبة لي انا بعد ما طلاوت بزاف ديال الخدامة، خدمت في الطيور، صوبت الرغايف، بعت الخبز، درت العجب، ولكن في الاخر صدر لي الله واحد صاحبتي شجعتني انني نخدم معها في سلعة الشمال. كنت جمع واحد البركة قليلة، ولكن الحمد لله كانت كافية باش نبدا مع صاحبتي هاد الحرفة. كنا كنوضو مع جوج الصباح، وكنا كنشدو الكار اللي غادي يمشي لكاستيخو. الكار كان عامر بالبراكدية، هادي هي السمية اللي كيتسموا بها الناس اللي كيخدموا في سلعة الشمال. صاحبتي نصحتني نرتاح ونعس شوية في الكار، حاولت ولكن ما قديتش، صداع وتزعزيع، وزيد على هادشي كله شي واحد حيد سبرديلتو واخا هنزة كان غادي يقتلنا بالريحة. كنتفكر هادشي وكنضحك، حيت من بعد والفت ما بقيت كنحس لا بتقرقيب لا بريحة، وليت غير كنطلع للكار كنعس. وصلنا للفنيدق ومشيت مع صاحبتي مباشرة لسوق الحفرة، ومن بعده لسوق المسيرة. كانت تبارك الله عليها عندها المعارف تما، وكانوا كيجبدوا ليها السلعة فعلى تركة وبثمن مزيان. كنا جوج حتى كنكونوا رجعنا، وهنا كيبدا ماراطون جديد ديال الخدمة. كنت انا وصاحبتي تنهزوا السلعة وكندوروا على الادارات والجماعات، المهم البلاصة اللي فيها شي موظف كندخلوا ليها. نهار الاول فرحت بزاف، لان الربح ديالي من داك النهار كان الدوبل ديال راس المال. تصوروا معايا حرفة كتربح فيها الدوبل ديال راس مالك، وكانت الفلوس اللي كنربح كتنسيني في الطريق وفي الديوانة وفي الدوران وكل شيء. المهم عرفت انني لقيت الحرفة ديالي، ولقيت راسي واعرة في البيع والشراء، ولقيت عندي واحد حلاوة لسان ما عرفتش منين جبتها. يمكن الخوف من الفقر والجوع كيرغم الانسان انه يتسلح باحسن ما عنده من القدرات والمواهب باش يهرب منه. بقيت على هذا الحال واحد العام تقريبا. واحد النهار وانا كندور على الادارات بحال ديما،
وقف لي في طريقي واحد الشاب، انا قصيره طول ديالي ما كيفوتش متر وستين، وهو تبارك الله طول ديالي ما كيفوتش متر وستين، وهو تبارك الله فيه شي جوج مترو. وقف لي في الطريق وقال لي منو على لا فين غدا؟ قلت ليه الله يا ودي سيدي، انا هذه مده وانا كنجي لهنا والموظفات والموظفين كلهم كيعرفوني، وانت جاي دابا كتقول لي ممنوع، شكون اللي دار هذا القانون؟ جاوبني هو كيضحك، القانون تبدل لا لا، الا بغيتي تدخلي خصك ضروري تشربي معايا شي قهوه ولا عصير. انا بحكم العاده حساب لي انه باغي شي تدويره، جبت 20 درهم ومديتها ليه، وهنا بدا كيشوف فيا واحد الشوفه غريبه وقال لي لا 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 يمكن فهمتيني غلط، شوفي انا سميتي مصطفى، انا موظف هنا، وبصراحه ملي شفتك اول مره عجبتيني، كنت كنتسناك تجي اليوم بفارغ الصبر باش نفتحك بواحد الموضوع، وخصك تعرفي انني ماشي ديال التفليه وانني ناوي المعقول. زيت راسي وشفت فيه وقلت ليه الا ناوي المعقول مرحبا، عطيك العنوان ديال دارنا ودخل. فاجئني مصطفى بالتفاصيل اللي عطاني على دارنا وعلى خوتي وعلي حتى انا، ولقيتو دار عليا لونكيت، وهنا ارتحيت ليه، عرفتو انه ناوي المعقول. والمورا الخدمه مشيت انا وياه لواحد المطعم شعبي تغدينا فيه، والسيمانه اللي موراها جا للدار باش يخطبني. في مده الخطوبه تعرفنا على بعضياتنا مزيان وتعرفت على مصطفى، حتى هو كان رجل بسيط ومن عائله بسيطه بحالنا، وجاب ليه الله هاد القديمه في الجماعه، واخا بصالير بسيط ولكن ما يهمش، المهم هو الانسان يكون راجل مخلص ومعقول. تزوجنا ومشات الحياه في المسير ديالها الطبيعي، انا بقيت في خدمتي وهو في خدمته، وقررنا اننا ما نولدوش حتى نوقفوا على رجلينا ونديروا دارنا وشي مشروع اللي يهزنا ويامن لينا لوليداتنا حياه كريمه، حياه كريمه. وفعلا كنت كنخدم ونجمع الفلوس حتى تجمعوا لي الفلوس، وشرينا بهم واحد الارض، وبحكم ان راجلي موظف اتفقنا ان الارض حيت هو يقدر ياخذ كريدي عليها ونبنيوها في اقرب وقت، ونتهناو من فلوس الكرا اللي ولينا كنخلصوا بهم الطريطه ديال الكريدي. اش منينا الفلوس اللي خدينا كفاونا غير البني، ولكن ما كفاوناش الفينيسيون، واخا هكاك سكننا فيها وبقيت كندمر وكنخدم حتى كملناها، وبنينا فيها جوج ديال الطبقات، والتحت درنا فيه مكازا كبير، وكانت الفرحه ديالي كبيره ملي شفت الدار كملات، واخا سميت راجلي شي مشكل لان بحال راجلي بحالي انا. ومصطفى كان انسان حنون ومخلص، وكان كيقدر المجهودات اللي كندير، وكيحاول يريحني حتى من الشقه في الدار كان كيديرو. ولا ما غاديش ننساه هو النهار اللي تحنا لي على رجليا وباسهم ملي علمته انني حامله، وقال لي انت اكبر نعمه عطاني الله، ودابا هانتي غادي تزيديني الذريه الصالحه الله يخليك ليا. ملي حملت عرفت بانه هو جا الوقت باش نبدل السيستم ديال الخدمه، وبالفعل استغليت المكازا اللي عندنا في الدار وفتحت فيها محل كبير فيه السلعة كاملة اللي كتلقى في الشمال، وبحكم القدم ديالي وفي الحرفة ولات السلعة كتجي حتى لعندي غير بالتليفون، ولا كنصيفط الكوموند ديالي مع الشيافر وكريسون هاد الكيران. الحمد لله الفلوس ولات عندي بحال الروز، والأمور ديالنا ولات بخير، وربي وسع علينا رزق في المال وفي البنون، وكبرت الأسرة ديالي ولاو عندنا ثلاثة ديال الوليدات. الوضع ديالنا تبدل، شرينا كات كات والشمال وليت ما كنفارقوش، ولكن هاد المرة بحال توريست ماشي براكدية، الشمال كان عزيز عليا وعزيز حتى على راجلي مصطفى، حيت ملي تقاعد بقى كيلح عليا باش نشريو شي دار في مارتيل. هاد المرة شريت دار سميتي حيت كانت شقة في السكن الاقتصادي، وهو ممكن ليش أنه يدير شقة في السكن الاقتصادي لأنه ديجا عنده دار في سميتو. باب جهنم وباب المشاكل، وهي اللي خلاتني نعرف حقيقة مصطفى اللي قدر أنه يخبيها عليا طوال هاد السنوات. سي مصطفى من بعد ما فنيت مع حياتي وشبابي تا كيفكر يبدلني، ويا حسره بحالو بحال بزاف ديال اشباه الرجال، جاتو مراهقه متاخره هبل وهتر وبغى يجدد الشباب ديالو، قال لك مع وحده قد ولادو، البركه في الواتساب والبنات صحاباتي اللي عندي في الشمال، حيت من الحاجات الزوينه اللي كسبتها من الخدمه ديالي في الشمال هي رفيقات الكفاح البراكديات اللي كانوا خدامين معايا، كانوا كيصيفطوا لي في الواتساب صور والفيديوهات ديالهم مع ديك البرهوشه عليها السيد ولا لاصق في الشمال، وزاد تشبب وتهلا ليا في الحاله وفي ديك المشعكه اللي معاه، وكل
كل شيء بفلوسي وبالطوموبيل ديالي وبداري، وانا تما راه لكاتني وما بقى فيا ما يتشاف. والله تنوريه عيالات الحرات على جبادات. ما تسنيتش بزاف، مشيت عند صاحبتي اللي وراتني كل شيء وجابت لي اخبارو اخبار ديك المرأة اللي معاه. طلع مزوج بها بالفاتحة، السيد داير فيها بانه عنده الفلوس وانه رجل اعمال، وموعدها انه غادي يكتب لها دار ومغازا بسميتها، الدار اللي بنيت بشبابي وحياتي، والمغازا اللي غنيانة على السؤال انا وليداتي ومعيشاني، بغي يهديها لها ويخرجنا احنا حاشية. والله لا كانت ليه. مصطفى كان مهني راسه من كل شيء، وداك شيء علاش كان داير ليا وكالة مفوضة عند النوطير، كتعطيني الحق انني نوب عليه بجميع المعاملات العقارية الادارية، والحمد لله انه كان معجاز ومعول عليا في كل شيء. استغليت الامر ونقلت الملكية ديال الدار لوليداتي بثلاثة، ونقلت الملكية ديال المغازة والطوموبيل لراسي. هادشي كله درتو حسي مسي، وحتى واحد ما ساق ليا الخبار، ودرت الوراق تحت مني وبقيت كنتسنى. دازت شي شهرين وجا عندي مصطفى، دازت شي شهرين وجا عندي مصطفى للدار. دخل بحال الا ما كاين والو، وانا عارفه علاش جاي، كان باغي يقلب على الوراق ديال الدار باش يدير فعلتو، حيت الوراق كاملين كانوا عندي. كان بامكانه يمشي يجيب الوراق جداد من المحافظه، ولكن عارفه معجاز يقلب غير على السهله. المهم تعشينا وجلسنا كنتفرجوا في واحد الفيلم، شويه دار راسو فيه النعاس وبدا كيتخوه، وهو بغي غير يدخل يسبقني لبيت النعاس باش يجبد الوراق. وفعلا داكشي اللي كان، خليته يمشي ينعس ودرت راسي كنتفرج، وزدت في الصوت بالعاني باش يطمئن. خليت شويه وانا نوض، تمشيت على قرون صباعي وانا نحسلو كيقلب ليا في الماريو، جابت شي ملفات وشي دواسه في يديه. انا ما قدرتش نصبر وانا نفرق عليها الرمانه، حاولت نتمالك اعصابي وما نغوتش باش ما نفيقش الدراري، وبقيت كنهضر. وريتو التصاور والفيديوهات ديالو مع ديك خيتي، هنا سكت وما لقى ما يقول. حنا راسو شويه ملي حس بانه تفضح بغى يشبه معايا، وهنا دخلوا خوتي اللي كنت علمتهم وخداو ليه السوارد ديال الطوموبيل وديال الدار اللي في مارتين وخرجوه للزنقه. ودابا مصطفى راه غير داير، كل مره عند شي واحد في عائلته، وسمعت مؤخرا انه كرا شي بيت مع الجيران في واحد الحومه شعبيه، حيت هذيك خيتي ملي عرفت انه ما بقى عنده والو حتى ريال غير التقاعد ديالو اللي ما كافيهش حتى هو، ساستو. المهم اخوتي، انا حكيت لكم هذه الحكايه باش تكون عبره لكل امراه انها ترد بالها وما تضيعش بابها على راجل ما كيستاهلش، وديما ديروا تحت منكم شي حاجه. كنشكروا الاخت سعيده على البوح ديالها، وكنتمنوا ان القصه ديالها تكون عبره وافاده لكل المستمعين، وشكرا لكم، والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج اسرار الناس. قصص واقعيه، مشاكل، اسرار، طابوهات، ونجاحات، مستوحات من واقع المجتمع المغربي. أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس. يقدمها لكم في طابع درامي سمير العلوي. أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس، أسرار الناس.